يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا حديث السوشيال ميديا ال 24 ساعة والحد ما أنا بصور دلوقتي الحلقة والحد حضرتكم هتسمعها الترند بتاعها فضيحة عبد الله رشدي وجيجي. طيب انا في البدايه كده من جاي اعرض على حضرتك القصه او من جاي اعرض على حضرتك القضيه، انا جاي بقول لحضرتك يعني تتفق معي او تختلف، لك كل الاحترام وكل التقدير. انا جاي النهارده متضامن فعلا مع الشيخ عبد الله رشدي. وليه انا متضامن مع الشيخ عبد الله رشدي؟ انا اقول لحضرتك عبد الله رشدي شاب من خريج الازهر الشريف، حصل على الدكتوراه. الشيخ عبد الله رشدي حاليا اقوى مناظر في مصر ان لم يكن في الوطن العربي، مناظر للملحدين، مناظر لمدعي الالوهيه، مناظر لمدعي المهد المنتظر، مناظر لحاجات كتير جدا. الشيخ عبد الله رشدي قيمه وقامه، بيمثل الازهر الشريف. عبد الله رشدي ما شفناش عليه اي غفوات، ما نعرفش عن عبد الله رشدي غير الاعتدال. وعلشان كده هو لا اخواني ولا سلفي ولا وهابي ولا اي حاجه ان انت تقدر انت تحطه في المنطقه دي وتزنقه. لكن هي ايه القصه وايه هي الحكايه؟ بس في البدايه كده ما تنساش اللايك وما تنساش الكومنت الجميل، عايزين نوصل الفيديو ده لكل المتابعين الجمال اللي زي حضراتكم. في البدايه طلع علينا امبارح حساب اسمه جيجي، طبعا بتقول نص الكلام بتاعها، لان لو حضرتك قعدت تقراها تقراها في اكتر من ساعه، انما احنا لخصوا لك في دقيقتين. الخلاصه بتاعتها بتقول ان انا عراقيه وان انا كنت من اشد المعجبين بالشيخ عبد الله كشيخ شرعي او كمفتي، او ان واحد بيطلع باخد منه فتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في الحالة ديت هي تواصلت معاه علشان كان عندها مشكلة بتخص حد. بعد كده تم حل المشكلة، هو فضل معاهم لمدة أيام وشهور لحد المشكلة ما انتهت تماما، وبعد كده فضلوا على تواصل مع الشيخ عبد الله وإن هو خلاص صارت صداقة ما بينهم. فضل الصداقة ديت لما تحولت لإعجاب، ده على كلامها هي. وبعد كده الشيخ عبد الله قال لها لا تعالي لي بقى مصر علشان نتعرف على بعض ونقابل بعض. ولما جت مصر هنا كانت حاجزة شقة وهي لسه في العراق قبل ما تيجي، لما جت هنا مصر لقت الشقة مش فاضية في اليوم ده. فالشيخ عبد الله عرض عليها ان هو يجيب لها شقه، جاب لها الشقه، لا تعالي وخدها في شقه واحد صديقه في العبور. ده على مسؤوليه جيجي اللي هي بتقوله الكلام الاهبل اللي ما فيش طفل رضيع زي الشيخ عبد الله فعلا ما قال ان هو يصدقه. خدها على العبور في شقه واحد صديقه، وبعد كده قال لها انا هقعد اريح خمس دقائق، وبعد الخمس دقائق دولت قال لها هاتي ايدك واقرا ورايا انت زوجتك نفسي، اللي هو زواج الهبه يعني. واتصل على اثنين شهود، الشيخ احمد البوصيلي والشيخ تاني اسمه احمد، وخلاص وان الناس ديت هم بقوا الشهود في التلفون ده على كلامها. وبعد كده يا ستي خلاص الحوار خلص؟ لا ما خلص، ده قام واعتدى عليا واغتصبني. قام واعتدى عليك واغتصبك؟ اه قام واعتدى عليا واغتصبني. ده كلامها اللي هي كاتباه، كلام اهبل يعني. بعد كده خلاص طيب عملت ايه؟ قالت لا انا فضلت في مصر بضع شهور كده فتره طويله بعدها، لكن كان بيقابلني بقى بعدها في مدينتي وفي مدينه نصر وفي الشارع علشان ايه ما يبقاش في خلوه ما بينه وما بينه، وكان بيعاملني بكل لطف. طيب وانت فين دلوقتي يا ست هانم؟ قالت لا ده دلوقتي انا في دوله اوروبيه. ده هي اللي كاتبه الكلام ده يعني، بس انا ايه على سين وجيم يعني، انا باخده على سؤال وجواب. طبعا هي دلوقتي في دوله اوروبيه. طيب انت ايه المقصود من الفيلم اللي انت بتعمليه؟ عايزه تقاضي الشيخ عبد الله؟ تعالي جواز السفر بتاع حضرتك اللي انت فعلا سبت فيه ان انت دخلت مصر وان انت خرجتي وان انت رحت معاه المنطقه الفلانيه، كل ده بقى مكتوب لك في جوازك وفي اوراقك، وتعالي هات شريحه التليفون وهات الايميل بتاعك اللي انت بتكلمي فعلا منه عبد الله رشدي زي ما هي بتقول انا بكلمه وبكلم زوجته وكده. طيب استكفيتي بالكلام ده؟ لا، ده هي بتقول انا اتصلت على زوجته وزوجته قالت لي لا لا انت الاولى ولا الاخيره، ده الشيخ عبد الله على طول كده مع بنات كتير جدا. تعال اقول لك بقى ان ده كلها حسابات فيك وكل ده كلام اونطه، والكلام ده اتكرر مع اكتر من حد قبل كده. فاحنا طبعا يعني انا مش طالع علشان اقول لك ان لا، احنا فعلا انا زعلان، زعلان ان انت حتى لو في رمز كويس بقت الناس بتحاول ان هي تشوهه. والاسوأ من كده ان الاعلام عندنا هنا، الاعلام المصري وبعض المنصات اللي هي طبعا معروف توجهاتها، المنصات يعني بعض قنوات اليوتيوب وبعض المواقع والصفحات على الفيسبوك بتهاجم عبد الله رشدي، عبد الله رشدي جيجي، والناس كاتبه طبعا وعبد الله اهو شفت تحت العمة شيخ. كلام طبعا يعني في قمة الأسف إن احنا والله نقوله أو إن احنا نقراه. حبينا نوصل رسالتنا وبإذن الله هتبان الحقيقة. وعبد الله رشدي بنفسه طلع وقال إن أنا هقاضي فعلا صاحب التشهير ده
او ان انا فعلا لازم اتتبع القضاء ونعرف الايميلات دي جايه منين ونعرف المصادر بتاعتها ونعرف كل حاجه. احنا معاك يا شيخ عبد الله قلبا وقالبا، ما انت رمز للنجاح فعلا، واحنا بنفتخر ان احنا عندنا الشيخ عبد الله رشدي، وفعلا عايزين امثال ناس كتير جدا من الازهر الشريف تبقى في نفس مكانة الشيخ عبد الله رشدي، وايضا لو اصابهم لا قدر الله اي حاجه نطلع وندافع عنهم، وده يبقى شرف لنا اصلا ان احنا نطلع وندافع عن رمز من رموز الازهر الشريف.